نعرفها لما نروح نشوف تفاصيل عن المهرجان والدورة الجديدة من مراسلنا محمد أسد. النجاح مش سهل، وان انت تثبت نجاحك على مدة 8 سنين برضو مش سهل، وده اللي عمله الملتقى أولادنا، أثبتوا نجاحهم لمدة 8 سنين. النهاردة الملتقى الثامن لأولادنا، تعالوا نشوف تفاصيل بتاعته في المؤتمر الصحفي ونشوف ايه الجديد اللي فيه. يلا بينا. أحلى 8 سنين في حياتي، مش عايزة حاجة من الدنيا غير إن أنا أشوفهم مبسوطين، مش عايزة أشوف اللي من 8 سنين كان معايا قد كده كبر وبقى دلوقتي بيقف على الستيج ويتكلم، يعني فاهم، تحس بحاجة إنك عملت مدرسة. أنا مش حاسة إن أنا عاملة يعني كده مركز صغير، لا، هي مدرسة، لأن حتى مع الأهالي أنا بعرف إزاي نتصرف معاهم، وكل سنة حاسة بأمل أكتر. يعني أنا ابتديت ب 21 دولة، أما يبقى معايا النهاردة 48 دولة، على فكرة هما بقوا 49. إحنا الوحيدين الدوليين اللي عاملين دمج في العالم. والحقيقة السنة دي كمان إحنا عاملين لهم ورش فنية اللي هم بيقعدوا يستنوها من السنة للسنة، ونوعيات جديدة مع ناس جديدة، دكاترة من فنون جميلة ومن كليات الفنون، ورش بالنحت بالصلصال، وورش أقنعة ملونة، وورش يعني كلها حاجات ابتكارية وإبداعية بتنمي مواهبهم اللي احنا دايما قاعدين بنحافظ عليها ونطورها علشان هم يفكروا اكتر من خلال برنامج الدمج اللي احنا مركزين فيه. عشان المنطقة دي بتوضح رسالة لكل الناس او كل اولياء الامور ان ذوي الهمم يقدروا يعملوا كل حاجة في حياتهم. انا الصراحه يعني انا من اول ما دخلت يعني حسيت براحه نفسيه. انا كنت اصلا قبل ما ادخل انا كنت محتاجه حاجه زي كده، فمن اول ما دخلت حسيت بحاجه جميله قوي، براحه شديده، وقلبي حس اللي انا محتاجه اكون في ده النهارده. على فكره يعني بكره احلى بينا علشان في حاجات كتير قوي هنعملها.